إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الإخوان أنكم تكونوا بخير وعلى ألف خير إن شاء الله. اليوم الإخوان عندنا هذا جهاز الاستقبال، نوع سيرة، نوع كلاسيكي. المشكل اللي كاين فيه هو أننا فاش نركبوه في البريز ونشعلوه الإخوان ما تيعطيناش لافيشاج، ما تيطلع ليناش لافيشاج، وتبقى تسمع فيه بان كان غير واحد بحال تسرسير كيتسرسر لداخل. وهذا المشكل هذا راه كتير بزاف الاخوان في الاجهزه ديال الاستقبال. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا الطريقه كيفاش يمكن لينا نعرفوا العطب بالضبط والحل ديالو كيفاش يمكن لينا نحلوه. اذا خليكم معايا الاخوان. اول حاجه كنقوموا بها، نبداو على بركه الله نحلوا هاد الفيسات. انا اولا راني فتحتهم الاخوان، بعد ما تنفتحوا جهاز الاستقبال ديالنا مثلكم الاخوان، هذا راه من النوع الكلاسيكي. حيدوا هذا الكوفر، هذا تلقاو عندنا هنايا اخواني كاين عندنا هنا هاد لابلاك، نحيدوا البريز ضروري. تلقاو عندنا هذه لاليمونطاسيون، هي الدارة ديال اللي كتعطي التغذيه، هي هذه الاخوان. وكاين عندنا هنايا لا كارت مير، او لا يعني هي هذه هي لابلاك الام، كيفاش كيقولوا لها، يعني هذه لاكارت مير. الاخوان كاين عندنا هاد لابلاك هذه عاوتاني ديال لافيشاج. المشكله الاخوان كما قلت لكم هو اننا فاش كنركبوا البريز ديالنا تيبقى يتسمع غير واحد الزنزينه كاينه هنا، ولكن ما تيعطيناش لافيشاج، ما تيطلع ليناش لافيشاج هنايا، هنا ما تيكونش لافيشاج الاخوان، ما تيطلعش هنا. الحل سهل الاخوان، انا غادي نوريكم الطريقه بالضبط كيفاش تخلصوا. اولا شنو تنديروا كيفاش تخلصوا من هذا العطب؟ اولا بعد ما تركبوا البريز ديالنا هكا، ولو ان لافيشاج ما يطلعش، كنشوفوا بعدا نخدموا لاباري ميتريكس ديالنا وتنشوفوا واش لاليمونطاسيون او لا الضو واش راه واصل عندنا بعدا او لا ما وصلش. هو بما ان كاين داك التسرسير يعني راه لاليمونطاسيون راه واصله. اذا تيبقى لينا غير هنا اما تنخدموا هنا في هاد سميتو، راه ديجا مانديكين لا طونسيون اللي خاصها تكون هنا، اولا تنجيو لهاد لابلاك، هادي لابلاك ديال التغذيه هي كتعطينا بالضبط الفولتاج اللي تيخرج من شاك بين هنا. دونك غادي نخدم انا الميتريكس ديالي في التوتر المستمر، نريلو على 200 فولت وتنجي لهنا تنخدم هكا، ندير واحد لا سوند ديال الميتريكس كنديرها في لاماس، و تنجي تنبقى نعبر وحده وحده. اذا هنا تتعطيني 3.2، وهنا كاتبين لي 3.3، اذا كاين شيء من شويه ديال النقص. تنجي عاوتاني اللي تبعها كنلقى حتى هي عطيني 3.2، ولكن ديري لي هما 3.3، اذا كاين عندي شويه النقص في لاليمونطاسيون. نعاود نعبر هنا في الطرف تلقى 30 فولت، هذه عندي مزيانه. هذه عاوتاني اخواني تلقى 23 فولت هنا، هذه اون ماس ما كتعطيش، هذه اون ماس ما كتعطيش، هذه كتعطينا 12 فولت، حتى هذه تنحس بان كاين شويه ديال النقص اخواني. اون فوا تنقلب انا وتنشوف بان لافيشاج ما كاينش، يعني الحل اللي كاين اخواني هو ان هاد لي كوندونساتور ديال الفلتراج تيكون شي وحده فيهم او لا جوج فيهم على الاقل تتكون بردت، ضاعت مع المده وقوه الاستعمال، تيكونوا بردو ما تيبقاوش يعطيونا. بعض الخطرات كتلقاهم بانهم كيكونوا منفوخين، كتلقى بان هاد لا كوندونساتور هذا تتلقى تنفخ، ولكن بعض الخطرات ما تيعطيش. دونك كيبقى حل واحد هو اننا نسخنوهم، فاش كنعطيوهم كنطلعوا لهم لا طومبيراتور، اون فوا تنحط على الكوندونساتور و تيطلع ليا لافيشاج و تيتغير داك الصوت، كنعرف بان داك الكوندونساتور هو اللي راه ضايع. اذا خليكم معايا الاخوان، حنا غنشوفوا الطريقه. انا غادي نحاول هنا نحدد بالضبط ونخدم على لي طونسيون. عندي هنا 3.3، هنا كتعطيني 3.2، اذا غادي نخدم على هذا الكوندونساتور هو الاولاني، نشوف واش هو راه خدام مزيان ولا لا. هو شيئا ما راه تيخرج ضايع. تنستعمل الكاويه الاخوان سخونه، تنحطها هنا ونطل هنا في لافيشاج هنا. هنا اخواني انا مازال دابا تنسخنها، ها هي سخنات مزيان، وتنشوف لافيشاج ديالي ها هو مازال الاخوان مازال ما كاين والو. غادي نزيد عاوتاني نشوف
لا طونسيون الثانيه، الكوندنساتور الثاني اللي تيعطيني 3.3 تا هو كا، انا تنسخنو وتنشوف لافيشاج ها هو تيسخن ميم. واخا هكاك الاخوان ما كاينش، غادي نشوف عاوتاني هذا اللي عنده 16 في سميتو، يعني هو اللي تيعطينا ديك لا طونسيون اللي لقينا ناقصه ديال 12 فولت، اللي عندنا حنايا الله 11.6. غادي نحاول يعني انت هو نعطيه لا طومبيراتور ديالو فوا. هذا اخواني انا تنشوف هنا بان حتى الصوت تغير، الصوت داك التسرسيره ما بقاش، هذا راه هو سخن مزيان. اذا ها انتم كتشوفوا اخواني ها هو لافيشاج، ها هو طلع لي هنا. دونك الكوندنساتور المعني بالامر هو هذا، هذا ديال 12 فولت، ها هو ها لافيشاج اخواني، ها هو طلع، ها هو طلع انتم كيف ما كتشوفوا، ها هو راه المره الاولى ما كانش، انما دابا ها هي 18 18. حاول نشعلو مع حدو سخون داك الكوندنساتور، ها هو اخواني انتم كتشوفوا ها هو خدام، ها الريسيبتور ديالنا رجع نورمال، ها هو خدام مزيان. اذا الاخوان اللي دابا علينا هو نفتحو لا بلاك اليمونطاسيون، حيدو البريز، حيدو البريز ديالنا باش ما تاتاكاوش لا قدر الله بالضو، ونركزو على هذا الكوندنساتور هذا بالضبط ديال 16 هو هذا اخواني، هذا نركزو عليه بالضبط نبدلوه وغادي نشوفو النتيجة. اذا خليكم معايا الاخوان، يعني بطريقة عادية شنو نديرو، غادي نفتحو غير هاد لا بلاك نيزوليو لا ليمونطاسيون برينسيبال اللي داخلة يا نحلو هاد لي فيس، نحيدو هاد لا ريغوليغا ديال لاكارت مير، وها لا بلاك عندنا. إذا كل ما كنقومو به إخواني ببساطة هو نبدلو هاد لو كوندونساتور هذا بسميتو، تنحيدو تنشوفو واحد اللي تيكون إيكيفالون ديالو، يعني إيكيفالون ديالو يعني مشابه ديالو، ونبدلوه به ونعاودو نديرو ليسي. إذا خليكم معايا إخواني، إذا إخواني بعد ما بدلنا هاد لو كوندونساتور هذا ديال 16 اللي عنده 16 في الفولت ديالو وعنده 1000 في الميكرو فاراد ديالو الوحدة، يعني السعة اللي تيهز، دابا ما علينا إلا نردو لابلاك للمكان ديالها ونعاودو نديرو إس سي ديالنا. إيوا إخواني الله يجازيكم بخير، إين فوا تبغي تحط هاد لابلاك هادي رد البال مزيان، ما نقولش غادي نحطها غير بحال هكا وغادي نخدم، لأن ممكن انك دير كود سيركوي هنا وتخرج على لابلاك كامله. لهذا على الاقل نركب لابلاك ديالي، نركب لابلاك ديالي في المكان ديالها وندير لها على الاقل دو فيس او لا فيس باش تشد البلاصه ديالها وما يوقع ليا حتى شي ديتيريوراسيون في 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 سميتو في 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 لاكارت ديال التغذيه. يعني غير بطريقه بسيطه كيمكن لي نتعرف على العطب اللي كاين عندي، ونصلحو غير بطريقه فنيه الاخوان. إذا بعد ما ردينا ردو الفيشة لاكارت مير وردو لاليمونطاسيون ديالنا كا، وغادي نركبو وغادي نلاحظو. هانتوما كيما كتشوفو إخواني ها الريسيبتور ديالنا مأفيشي، أفيشي لينا بأن راه خدام مزيان.
دونك ما بقاش عندنا المشكل، وتداك الصوت واحد السرسير تيكون ما بقاش كيتسمع، لان هذاك المشكل كان مطروح بالضبط في ذاك الكوندنساتور اللي بدلنا. نتمنى اخواني انني نكون توفقت باش نوصل لكم الفكره ونحدد لكم بالضبط هذا العطب اللي تيوقع بزاف الاجهزه ديال الاستقبال، سيرتو باش كيبرد الحال ولا كانوا مطولين عندنا مده طويله، وتكونوا يعني عرفتوا طريقه كيفاش يمكن لنا نديبانيو راسنا في المنازل ديالنا. شكرا لكم، شكرا للتتبع ديالكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله ومع بيسة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.